بنصبح على حضراتكم واهلا بيكم وموجز لاهم الاخبار الرياضيه المحليه والعالميه. حصل مروان عطيه لاعب خط النص في الاهلي على لقب رجل المباراه في فريقه ضد الاسماعيلي في المباراه اللي جمعتهم امبارح. استاد برج العرب في اسكندريه هيستضيف مباراه نهائي كاس رابطه الانديه المصريه المحترفه واللي هتتلعب يوم 22 يوليو اللي جاي بين فريقي المصري البورسعيدي وسيراميكا الساعه 8:30 بالليل. عصام الشرع المدير الفني لمنتخب المغرب اكد قوه مواجهه منتخبنا الوطني المصري في نهائي بطوله كاس امم افريقيا تحت سن 23 سنه، وقال في تصريحات صحفيه ان مصر منافس قوي وانه خصم حقق اللقب في عدد من المناسبات وكانوا متواجدين بالنسخه الاخيره. اللاعب سمير عبد المعز حصل على الميداليه الذهبيه الاولى لمنتخب مصر للبوتشا في البطوله الافريقيه والمقامه على صاله حسن مصطفى بمدينه 6 أكتوبر، ونجح اللاعب في تحقيق الميداليه الذهبيه بعد الفوز على لاعب جنوب افريقيا. تعاقد نادي برودو الفرنسي بشكل رسمي مع السنغالي أليو باجي مهاجم الأهلي السابق بشكل دائم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وده بعد تفعيل بند الشراء في عقده بشكل نهائي لمدة 3 سنين جاية وده لحد يونيو 2026. نادي بنفيكا البرتغالي أعلن تعاقده مع النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا في صفقة انتقال حر خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وده بعد نهاية عقده مع نادي السابق يوفنتوس الإيطالي. وقع دي ماريا عقده مع بنفيكا لمدة سنة واحدة لحد صيف 2024. نادي انتر ميلان الإيطالي أعلن تمديد عقده مع اللاعب الدولي التركي هاكان كالهان أوغلو بعقد يمتد 3 مواسم إضافية بتستمر حتى يونيو 2027 ليواصل مسيرته القوية في الكالتشيو. نادي انتر ميلان الإيطالي كمان أعلن تمديد عقده مع اللاعب أليساندرو باستوني حتى يونيو 2028 بعد تألق اللاعب اللافت في صفوف الفريق خلال المواسم اللي فاتت. نادي باريس سان جيرمان أعلن رسمياً تعيين المدرب الإسباني لويس إنريكي مديراً فنياً لبطل الدوري الفرنسي لمدة 2 قادمين. كمان نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أعلن بشكل رسمي امبارح ضم ماسون ماونت إلى الفريق بعقد بيستمر حتى يونيو 2028 مع خيار التمديد لموسم آخر. أعلن نادي برشلونة الإسباني بشكل رسمي ضم مارتينيز مدافع أتلتيكو بليباو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وتعاقد النادي مع المدافع حتى يونيو 2025.